تعيش الأفكار تاعك والتمنيات تاعك، ولا على بالك بلي راك عايش تمنيات تاع واحد آخر؟ بعد ما كملت مع ستانفورد، درت بي اتش دي تاعي، ساعه بديت نحوس على خدمه، ناخذ منها في الملكة. وشوف انا دائما نقول باللي الحظ والبيبان يتفتحوا كي يتفتحوا صوتي عليهم. هذاك الوقت انا كنت نحوس على خدمه، الفيزا تاعي قلبت تكمل في الملكة، وبديت نبعث في ليلات. هذاك الوقت تبعت ليلات وتقعد تحت التليفون تستنى، يكلموك عن تليفون واحد في الدار تقول ما كاش. حتى اللي كلمني ان دي بلو غران سونتر دو ريشيرش تاع اي بي ام اللي تري كوني يقطع هايت، يكلمني السيد قال لي بالقاسم حبان، قلت له نعم، قال لي درت ابليكاسيون باش تحوس على خدمه، قلت له وي. قال لي اني شوف في لادريس سور الريجيمي تاعك لادريس فلانيه، قلت له ايه تاعي. قال لي هذيك هي الدار اللي كنت نسكن فيها انا. سو عشينا، كنا هو قرا في ستانفورد ثاني وسكن في نفس الغرفه، فهو هندي كان يظن بلي كارما اداته بلي لازم يعطيني خدمه، عطاني جوب. دائما نقول للناس شو الدنيا، ولا ربما كنت نلقى هذيك الخدمه بلا بي اتش دي. سو دخلت الاي بي ام يورك تاون، سيت ان سنتر اكسبسيونال، معناها دي بري نوبل، دي لوريا الدنيا. ما على باليش شنو درتو، قريتو الفراكتلز ولا ما قريتوهاش؟ فراكتل ثيوري تريسيلابر ماتيماتيك. لوغا اللي كرياها ماندل برو، كان البيرو تاعو حدا البيرو تاعي عقواش. يعني كنت حتى نخاف باش كي نخرج من البيرو وندورش نعقبش البيرو تاعو. ستافيري ورينا دو بون زامي ولينا صحاب ومنا الله يرحمه. وتتعلم البساطة، وتتعلم باللي تشوف جبل قدامك، تعرف روحك باللي راك مازال انسان ضعيف، ما عندك حتى معلومه. يعني البلوس تتعلم بلي تلقى روحك باللي مازال قدام. ف خدمت تما ولمده عامين، وسييت نبين روحي للجماعه الاخرين باللي راني نخدم قادر. وذا الحمد لله كان اول بريفي تاعي كان في اي بي ام، لابليكاسيون ديال لازير وميكرو الكترونيك. بيان سور اول بريفي تاعك يعني تبدا تنقز كومبت بيرسون، يعني اول مره دير بريفي في حياتك وتوسا، سيرتو داك البريفي ولا سيلابر. المهم بعد ما كملنا ثماك، قلت نروح ندير الخدمه الوطنيه معسكر في الجزائر. طبقت قشي شي دخل الجزائر، دخلت في 90 جست في الوقت الغير مناسب. دخلت مع لي زيليكسيون تاع 90 تاع اللي طرطقت الدعوه، وانت طرطقت ولايه الوالد عندنا قلقت. يعني تعبت شويه، قريت في جامعه بسكرا بعد شويه تعبه، نسكن في المغير ونقري في بسكرا 125 كيلومتر من الدار للجامعه كل يوم، هذه 125 هذه 125 كيلومتر. شويه كانت الفوضى وذاك، وعشت مخلطه حتى الطريق بعيده. المهم انا قررت باللي قعدت ثلاثة شهور برك، ومن بعد هزيت قشي وديسيديت نروح لشعبو.
ريكروتي بار انيسي. انيسي عندي علاقه معاهم قديمه، يعرفوا العمل تاعي اللي درته في اي بي ام وحبوا يديروا نفس العمل. ريكروتي باش نعاود نفس العمل، لابوراتوار، نعاود ندير لابوراتوار من جديد. رحت ثم خدمت لمدة 6 سنوات، وثم لي يعني زوجت وزاد ابني الأول، زاد في اليابان في طوكيو، زوجتي من حسين داعي يعني من عالجي. وكان يعني تعلمت أشياء كثيرة عن طريقة العمل تاع الجاب، المغير على طريقة العمل تاع الانضباط والذاك ومنها، بس قضية كرياتيفيتي ماهوش نفس الكرياتيفيتي الموجودة في الأمريكان. الأمريكان عندك بس free thinking، صوت الدرشات ذاك، كل واحد يخدم واحد هو ذاك الابتكارات. ولكن في اليابان يا دار ريشيرش بس لي ريشيرش بلوس اورينتي جيدي، معناها دار لها دليل يقول له انت اخدم على هذه، اخدم على هذه، مع مش مفتوح تخدم واش ظهر لك، على الاقل في ويكون نخدم انا. فدرت 6 سنين في اليابان، تعلمنا شويه لغه وشويه ذاك، زاد بني ثم أكسع لي أسباب عائلية، عندي ابني يعني الله يشفيه يعني ذوي الحاجات، فكان لازم نهزه نديه أحسن مكان فيه يتعاملوا مع الشيء هذا. فجينا رحنا وجينا لكاليفورنيا، مثل كاش أحسن كاليفورنيا يعني في التعامل مع الأولاد ذوي الحاجات. رجعت لهنا ملا دي سي دي ده، هيا رجعنا روتورا زيرو ستانفورد جاية جيست. وين رجعت؟ رجعت وقلت أنا خلاص يكفي الشركات هذه الكبيرة خدمت فيها ومن ذاك، دروكا لازم نبدأ في لي ستارت أبس. وبدينا في ستارت أب مانيش الأول تاعها ولكن مع الأولين، سرعة تسير هذاك الوقت. والفكرة أنها تري سامبل، مينياتوريزي التليفون باش يعود الناس كل عندهم واحد واحد واحد، إيدي بانال سهلة خلاص. التليفون كان كبير تقدرش تديره في جيبك، يوزن زوج كيلو. قال لك لازم تصغره باش يعود، فباش تصغرت من التكنولوجيا هذه طورناها احنا. بعد ما طورناها مشات وعدت تستعمل في كل الميادين، في التليفون، في الأورديناتور، في أي شيء يعني. المعروف عليه أنه حوالي 300 مليار تشيبس استعملت التكنولوجيا هذه، لكاميرا أنا ثلث الكاميرات في العالم تستعمل نفس التكنولوجيا اللي نطور فيها. ففي الشركة تاعنا تغيرت، أصبحت مخبر نكونوا تكنولوجيا ونديروا ليسانس للشركات الأخرى. والدور تاعي المسؤول على التوجه تاع الريشيرش في الشركة، توسكي نوفل تكنولوجي وهذا. منها ثم أكسا خدمت مباراً، رحت خدمت في شركة اسمها رامبس، استن سنتر نوتر سنتر دريشيرش بي سبيسياليزي في الميموار. خدمنا على ميموار تاع بلاي ستيشن 2، بلاي ستيشن 3، ميموار تاع ليزورديناتور الحوايج. وشوف علاش رحت لهذيك، خطره لا ميموار كي ديفلوب وهي تيليزو لا تكنولوجي تاع تسيرا، دونك مرتبطين في بعضهم البعض. قعدت بعض السنين في رامبس وقررت نروح ندير شركه اخرى، نوتر ستارت اب اسمها سيليكون بايب.
درنا سيليكون بايب هذه سبيدينغ سيجنالز اونتر تو تشيبس. لا داعي فانه كيفاش تكبر الباندويث ما بين تشيب اند تشيب. كونا هذيك الشركه وسوء الحظ كونها في 2002 كان الايكونومي حدرت توسا فعشينا بعناها لسامسونج ورجعت رحت لجوجل خدمت في جوجل بعض السنوات في السونت داتا سنتر. انا اكثر باش نعود انا نخدم غير هاردوير العمل تاعي هاردوير ريسيرش ندير ابحاث على الهاردوير واش راح نديروا حاجه راح يستعملها في المستقبل. وبعد سنين كسرت الشركه تاعي الاولى هذه قالوا لي لازم ترجع فرجعت التسيره من دوك عاد اسمها اكس بي دي ولا سنتر ريسيرش كذا. ففي الهل الطرق ومنها ورشاش تسع فالواحد مدام راني في سنتر ريسيرش ما هو الا نورمال يكون عندي هذه بريفيس هذه خدمت يعني لو كان جاء اي واحد في المكان تاعي ربما نفس الشيء. حاليا عندي نظن خمس شوي فايت 500 بروفي امريكا واليوم برك طليت اليوم ديباسيت لو نومبر تاع لي بروفي بروفي باتنت اند باتن ابليكيشن اليوم فت 1500 سو خلاص. دوك نقول لك نشرح شويه البروبليم د انفونسيون كي ندير انديبوزي ان ايدي. ايماجيني رانا دوك ما كانش ان ايدي بارفيت وحدها تمشي وحدها الفكره كي نديروها احنا راهي مرتبطه باشياء داروها ناس قبل ما كانش واحد جا خلق حاجه هكذاك. نخدم حاجه في الاورديناتور كان اون بارتي ديال الاورديناتور نخدمها ناكسيليري البروسيسور مثلا عن نخدم هذيك صافي قادر بلي انا اللي خدمت البروسيسور البروسيسور خدمه الشركه هذيك وكان الاف دي زانفونسيون في كنت احسب لي نومبر دانفونسيون في الاورديناتور ميم تلقى دي مليون. دونك دير فكره شغل يبني تبني دار ومن بعد لا نوسيون تاع فكره الاختراع انه لو كان واحد يجي يشوف الاختراع تاعك قادر يبدل عليه شويه ويكون اختراع اخر. فانت واش دير كي تبني دار تبدا دير في الشجر داير عليها باش ما تخلي حتى واحد يقرب لك للتيران تاعك. سكي ما كانش ان بروفي وحده كان ان بروفي هو الاساسي في الدار وكان دي بروفي دايرين به كل يبلوكو ولونسومبل هذاك يسموه بورتفوليو ان بورتفوليو دو بروفي اللي يمثل تكنولوجيا معينه. عندنا دوك مثلا حاليا الكاميرا اللي راك تشوف فيهم دوك في التليفون تاعك اللي كان عندك ان اس سويت من الاس سويت الفوق من الاي 8 لي كاميرا هذوم السمارت فونز هذوم لا تكنولوجي دي سمارت فون هذو كل تليفون اللي خرجوا جديد هذوم كل سي لا تكنولوجي تاعنا ولا ديفلوبي دي ديرني زاني برك ودركا راهي دخلت الهندسه. سكي دوكا كي تجي تخمم سي با ما خدمناش الكاميرا كامله مي خدمنا لا بلاتفورم كيفاش تصنع الكاميرا باش تعود تقدر تمشي كيما راهي تمشي دروك. لا في العالم باسره ل كي تشوف الاندستري الاقتصاد تاع الدوله الجامعه تمثل لي بومو ولا لو كور القلب تاعو ولا بلوس لي بومو دز تخرج لك في لي بون لي زيتيديون تخرج لك في لي زيتيديون باش تخدموا في هذاك المجتمع الشركات هذو وزيد هادو هما لي زيتيديون هما اللي رايحين يكونوا شركات جدد جايين. فهذا هو الدور اللي هنا ترجع النقطة الأساسية علاش تمشي أيور وما تمشيش عندنا ولا ما تمشيش في دول كثيرة. هذه راجعة لحاجة اسمها الإيكو سيستم
الإيكوسيستم. الإيكوسيستم هذا عنده نقاط معينة باش تكون هذاك. أولا لازم لك جامعة، ونرجع من بعد النقطة. الجامعة لازم يكون عندك فورماسيون، تكون في ذاك، يتخرجوا ناس منها بمستوى رافع مرتفع، ما يخرج لكش واحد غير ديبلوم هكذاك وتحطه قدام تفتح الاورديناتور ما على بالوش منين يبدا. فهمني؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لازم لك فينانسمون. دير واش دير لو كان ما يكونش كان فينانسمون، نقولوا غير طبلو فينانسمون. هذا كي الاسلام عندنا 5 ركائز، ماذا ليكو سيستيم عنده ركائز تاعو، عنده فورماسيون دو بون انجينيور. هذه تلقى حتى ما تلقاش ياسر، تلقى دوزيام بيلي فينانسمون. ماذا واش التروزيام بيلي؟ لو تروزيام بيلي لازم ليكونومي، لازم هي الناس اللي برا تشري البرودوي تاعك. كي تخدم ستارت اب ودير برودوي والمجتمع ما يشريش، ما كان لها دير. من المجتمع لازم يامن بالشخص الجزائري اللي يخرج ان برودوي باللي نشريه من عنده. وهذا يرجع علاش انا فتحت نوج مع فتحنا هذا في السونتر حابا انستيتوت. كي دخلت عند سنين هذه دخلت للجزائر، حبيت نشوف بكري، حبيت ندير ستارت اب قد مره، حبيت ندير ستارت اب في التسعينات، كان فوضى ما درت والو. ف ضربت له قلت كيفاش نعاون، كيفاش نعاون، مانيش وحدي مع جماعه، كاين جماعه معايا يعني. فلقيت باللي يا بروبليم ديكو سيستم، انا مع الدور تاعي ما نحلش ايكو سيستم. ايكو سيستم يحلوش شخص، ايكو سيستم سي دور الحكومه والمجتمع. فقلت انا مادام الايكو سيستم غير موجود، علاش ما نكريش ان ايكو سيستم وحدي صغير، تي باطيما بي هكا، وندير الداخل ندير فيها فينانسمون، وندير فيها نجي فيها لي بون زيليمون، نقول لهم كيفاش يديروا بزنس بلان، ونشوف لي كومباني نهضر معاهم نقول بلي هذا الجماعه جابوا حوايج ملاح، ماذا بكم كي يخرجوهم تشرو من عندهم توسا، تكري لي تروا بيلي تاع ليكو سيستم وديروا ريسترا. هذه النظره تاع الحب انستيتوت. قول لكان قدرنا نديروا هذه كالساعه لي جون لي جولو لي يدخلوا نجربوهم، لكن خرجوا دي زيكزامبل كيفاش تمشي. لي سوء الحظ ولا ربما ساكن بعيد والناس ما هذا، فما قدرش نلم الدراهم، مستحيل فينانسمون، مستحيل. وقلت لك لكن عاد ان بي دي يخص وخاصة الفينانسمون كل السكرول. يجوك دي جون بفكرة ستارت اب منا تسكر له، اذاك تقول والله هادوم لو كان جاوا لهنا كره ما طرد قلب، وتقول تبدا تجري معاه تحوس هوسته الفينانسمون هذاك وما تلقى والو. انا الخوف تاعي الكبير، نخاف من لي جون يخرج من الجامعه كي حالته هكا ويحب يدير شركه ويجبد يجبد يجبد وبعد ما يلقاش فينانسمون هذاك، ولو ديزيسبوار هذاك التشاؤم هذاك اللي يجي في الانسان اصعب من اللي واحد ما بداش كل. المهم انه تعطيش فيزيون معاد راح تكون ومن بعد ما كانش، مشكل كبير. وهذه الفكره اللي وراء الحابا انستيتوت يعني، ومازالت فكره يعني. لي ستارت اب كي دير لي ستارت اب مليح لي تخلي الناس تخدم، وذاك بصح كي يعود كل واحد يخدم في راسه، يخدم راسه
باش تكري ان سيستيم ان ايكونومي لازم تتوجه الشركات كل الاتجاه معين. تقدرش تفتح الباب وتقول روحوا خدموا ومن بعد راح نديروا بها حاجه، يخرج لك والو. وهذا المشكله راه حاليا باش في الايكو سيستيم. لما دير الايكو سيستيم، ايماجين الايكو سيستيم اللي اكزيست، من بعد تشوف الدول من ومن واش راهم يديروا. تجي الحكومه ولا الاورغانيزم هذاك الحكومه يقرر باللي احنا كمجتمع لازم الدومين هذا والدومين هذا والدومين هذا مهمين لنا احنا. قال مثلا في الجزائر الطاقه الشمسيه مهمه لنا، AI مهمه لنا، اي governing مهم لنا، تعطي بريوريتي لهذو. ومن بعد تقول باللي الفينانسمون راح نمدوا الفينانسمون ندعموا الفينانسمون اللي سيكتور هذو، وتفتح الباب اللي جاني يديروا لي ستارت اب. تشوف لي جاني يبداو يفتحوا يخدموا في الاتجاهات هذوك. ما تقدرش تفتح الاتجاه دير دي ستارت اب وتفتح الباب على مسرعيه وتقول لهم روحوا ديروا. في النتيجة الأخرى للمجتمع يخرج زيرو، فما يكونش تنسيق. هذه واحدة. والنقطة الثانية هذو من الفوق. والنقطة الثانية أنه جماعة اللي عندهم الفينانسمو، جماعة اللي عندهم فينانسمو على باله الشركة تاعهم وش يخصهم المجتمع وش يخصه. هما يديروا دي كونفيرونس مرة في العام ولا مرة في الشهر اللي جان. قال يا جماعة احنا رانا عندنا دراهم بصح نمدوها إلا في اللي دومين هذوم. تعطيها شوية وقت جماعة كل تاليني يقولوا كل مال يدوروا يدوروا بصح عندهم اتجاه رايحين لارين. هذا فإلى حد الآن حتى ونديروا ليكو سيستم لازم من هذا من نقطتين هذا مهمين. جماعة الفينانسمون لازم يكون على بالهم المجتمع وش يحوس، ولازم السيستم من فوق النظرة على المجتمع الحكومة في حد ذاتها ولا ناس أخرين دي سنتر ثينكينغ تانكس يقول لك هذا المجتمع تاعنا وش يخصه. النصيحة أنا اللي عندي عمرك تخلي واحد يكسر لك الهدف تاعك دريمز. اذا عاد عندك فكره في راسك ديرها، حط لو بوين باين قلت لك النقطه تاعك وراح توصل وسيديها. بصح لازم تكون براغماتيك، تكون مهبول، مش تسكري فيه وعلى بالك بلي راح تصبح. سمعت فوتر براغماتيك تهز لي ريسك، تهز قال بلي ولا ربما يصيروا لي مشاكل، هذا كل يصيروا. بصح اذا كان على الروح عندي شركه تخدم لي ميكرو بروسيسور ولا خلينا ميكرو بروسيسور حاجه كبيره، عندي شركه تخدم تليفونات صغار وتسا وعلى بالي تتطلب لي 200 مليار ونفوسي وعلى بالي بلي عمري ما ندبر دراهم هذيك، هذا سان سويسيد. ففي البلانينغ تاعي قال فوالا راح ندير البيزنس بلان تاعي، ندير هذه ندير هذه ندير هذه ونحبس البصل الفلانيه حتى نلقى دراهم، لكن ما لقيتش الدراهم نحبس. الشباب نقول لهم يا جماعة دائما عندي مثل واحد دائما نقوله we have one life doesn't matter what it is you live your dreams or live somebody else's dream. تعيش الأفكار تاعك والتمنيات تاعك ولا على بالك بلي راك عايش تمنيات تاع واحد آخر، فلك الخط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.